بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. التعليم تقرر امتحانات أولى ثانوي نسخة من ثالثة ثانوي. طبعا امتحانات الأولى الصف الأول الثانوي هتبقى السنة دي أو الترم الأول خصوصا، لأن الكلام عليه هتبقى إلكترونية بنظام الكتاب المفتوح، إلكترونية بنظام الكتاب المفتوح، والأسئلة هتبقى لقياس الفهم. أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني أن امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2021-2022 سوف تكون امتحانات إلكترونية على التابلت، مشيرا إلى أنه لا تراجع عن تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية على طلاب المرحلة الثانوية بصفوفها الثلاثة، يعني أولى وثانية وثالثة كله إلكتروني، وفقا للنظام الجديد الذي اتبعته الوزارة خلال الأعوام الماضية. وأكدت الوزارة أن أسئلة امتحانات الصف الأول الثانوي هذا العام سوف تقيس مستوى الفهم، يعني كده كده انت هتمتحن بكتاب المدرسة والكتاب هيبقى معاك والأسئلة هتبقى من خارج الكتاب زي ما احنا متعودين. ان شاء الله هنعمل لكم تجميعة للامتحانات اللي جت قبل كده عشان تعرفوا كل الأسئلة، علشان هي بتقيس مستوى الفهم وليس الحفظ، حيث يتم إعداد أسئلة الامتحانات الإلكترونية بمعرفة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وسيراعى فيها تطبيق مواصفات نظام التقييم الجديد المرتكز على قياس مهارات التفكير العليا. وطبعا أوضحت الوزارة أن الامتحانات ستعقد بنظام التابلت وبنظام الكتاب المفتوح أيضا. طبعا احنا عارفين انكم كده كده ما استلمتوش كتب، ولكن تبقى الكتب يعني متاحة إلكترونيا في التابلت اللي هو نظام الأوبن بوك، وهيسمح لطلاب الصف الأول الثانوي باصطحاب الكتاب المدرسي أو الكتاب الرقمي. هنفترض إن أنت معاك نسخة قديمة يبقى مسموح لك إنك تاخدها عادي، تمام، بس يكون كتاب الوزارة. وسيسمح لطلاب الصف الأول الثانوي باصطحاب الكتاب المدرسي أو الكتاب الرقمي على التابلت في المواد الأساسية التي تضاف إلى المجموع، تمام. طيب بالنسبة لطلاب تالتة ثانوي، طبعا احنا مش رحناش انجليزي لغاية دلوقتي، منتظرين لحين صدور منهج مرسخ يعني، تمام. ان شاء الله بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.